Nous sommes troisième ou quatrième dans le monde. On a du diamant, on a de l'or, on a de l'uranium. احتمال فعلا انه الدراسات بعدين تثبت انه اهل الكهف كان مكانهم بالجزائر او بشمال افريقيا. اللي صور احداث ابن بطوطه الرحاله الجزائري اللي يطوف المنطقه العربيه. رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يساله اي البلاد احب اليك يا رسول الله بعد مكه والمدينه؟ قال الجزائر. حيث أقدمت الجزائر بعرض صومعة الكتبية المسجلة باليونسكو كتراث شفهي على أنها صومعة بقلب الجزائر. ماذا لو نطقت الكتبية أمام الضيوف والحاضرين المبهرين بالتراث الجزائري المسروق؟ القفطان. القفطان كثير من النساء تلبسه في كثير من الدول العربية. صار شائع. القفطان هو ذو أصول جزائرية أيضاً. أول دولة تعترف في المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية هي الجزائر. والأمريكان يعرفون الجزائر لعبت دور. قدم جلال الزوالي من ولاية سيدي بلعباس سنة 2003 فكرة تقنية الفار في كرة القدم. أنا ولادي البارح سيبورتا ودخلوا 4 تاع الصباح، أنا نتاع 6 تاع الصباح درت لاشين الحليب.